من أهم أفعال المساعدة هي كان، وهي تعني يستطيع. ولا تأخذ المعنى هذا أنه فقط معناته يستطيع، يستطيع، يمكنني، بمقدوري، لدي القدرة، أنا متمكن. المهم كان بمعنى أنا قادر أو أستطيع. تأتي الكان مع جميع ضمائر الفاعل فتقول I can، أنا أستطيع، You can، أنت تستطيع، They can، هم يستطيعوا، We can، نحن نستطيع، She can، هي تستطيع، He can، هو يستطيع، بعد جميع ضمائر الفاعل. المهم أنه بعد الكان هذا يأتي الفعل مصدر، والفعل مصدر هو أنه ما تضيف للفعل هذا أي شيء، ولا تضيف لي اسم، لا تقول لي I can اللي هو good صفة أو اسم، ولا تضع بعد الكان هذا أي كلمة عشوائيا. ضع فعل، لا تضع لي اسم، يعني لا تقول مثلا I can school، أنا أستطيع مدرسة، مش هتنفع. I can door، أنا أستطيع باب، لا، لازم تضع فعل. I can open the door، أنا أستطيع أن أفتح باب، كذا مية مية. نأخذ أمثلة على الكان. I can go to work tomorrow، يعني أنا كنت مريض مثلا، أنا أستطيع أن أذهب إلى العمل غدا. She can help you، هي تستطيع أن تساعدك. Sammy can cook any food، سامي يستطيع أن يطبخ أي طعام. They can speak three languages، هم يستطيعون يتحدثوا ثلاث لغات. The students، الطلاب، can run، يستطيعون أن يجروا. إذا أصبحت الصورة واضحة. ننتقل الآن إلى أحد أهم كلمات اللغة الإنجليزية، وهي الهاف والهاز. طبعا الهاف والهاز لهم عدة معاني، لكن أشهر معنى لهم واللي هندرسه اليوم هو معناته عندي أو لدي. خذ بالك أن عندما تتكلم اللغة الإنجليزية وتريد أن تكون جملة مع الهاف والهاز، من الطبيعي أنك تبدأ الجملة بالفاعل، ولكن خذ بالك أن الهاف يأتي مع فاعل محدد، يعني الآي واليو والذي والوي تأتي مع الهاف، بينما الهي والشي والإيد تأتي مع الهاز. فلا يصح أن تقول أي هاز، ولا يصح أن تقول شي هاف، كل شيء له ضمير فاعل مختلف. فالآن أنت مثلا إذا أردت أن تكون جملة تقول I have a car، أنا عندي سيارة، بينما تقول she has a car. طبعا هنا أحيانا بنجد في اللغة الإنجليزية كلمة got، فممكن تسمع I have got a problem، أنا عندي مشكلة، أو قد تسمعها I have a problem يعني بدون got. الgot هذه معناته أصلا حصل على، يعني أنا عندي أو حصلت على مشكلة، فإذا وضعت الgot أو شلتها أيضا صحيحة. المهم انك ما تخطئ وتقول عبد الله هاف، لا، عبد الله هاز، لان عبد الله يرجع هي. ولا تخطئ وتقول عبد الله اند منى هاز، لان عبد الله ومنى رجعوا ذي، فالمفروض تقول عبد الله ومنى هاف، لان الذي تاتي مع الهاف. تعالوا ناخذ جمل I have three brothers. ركز لي على الجمع في كلمه brothers، جمعناها لأنه brother أخ، ولما نجمعها لازم نضيف إس تصبح إخوة، brothers. I have three brothers، أنا عندي ثلاثة أخوان. She has one brother، هنا البراذر ما في إس لأنه هي عندها أخ واحد، كما أخبرتك الشي تأتي مع الهاز، والآي واليو والدي والي تأتي مع هاف. I have one sister، أنا عندي أخت واحدة. She has two sisters، هي عندها أختين. I have four uncles. I have four uncles. عندي أربع أعمام أو أربع أخوال، لأن الأنكلز كما قلنا تنفع تقول عم أو خال. She has one uncle. شوفوا بدون إس، عندها خال أو عم واحد. They have ten books and six pens. هم عندهم عشرة أقلام، عشرة كتب وستة أقلام. We have friends. نحن عندنا أصدقاء. You have a new car. أنت عندك سيارة جديدة. تعالوا نستخدم الهاف أو الهاز مع غير العاقل. أنت ممكن تقول the horse، الخيل، has a tail، لديه ذيل. ممكن يعني تبدأ الجملة بدل ما تقول the horse ممكن تقول it، وأنت تقصد بالit هنا the horse هو الخيل، has a tail، لديه ذيل. لكن أنت إذا جمعت the horses، الخيول، هتغير الهاز وتخليها هاف. ليش؟ لأنه the horse أصله it والhorses أصلهم they، فالit تأتي مع الهاز والhorses أو اللي هي they تأتي مع الهاف، فتقول the horses have وتجمع التيل ذيول، tails عندهم ذيول. نفس الطريقة ممكن تقول my house، منزلي،
has عنده 6 rooms. يعني المنزل هذا أو this house has 6 rooms. هذا المنزل أو منزل عنده فيها ويمتلك 6 غرف. أو ممكن تقول the houses have, لا تقول has, yards يعني فناء. الآن سوف ننتقل إلى الـ will. من أحب الدروس ومن أسهل الدروس في اللغة الإنجليزية هي كلمة الـ will. الـ will تعني سوف، لكن نحن حابين نأخذها كجملة وسؤال ونفي ومتى نستخدمها. بس بكل بساطة الـ will عندما تريد أن تستخدمها في جملة أنت بتضعها بعد الفاعل في الجملة، تضعها بعد الفاعل اللي هو الـ I والـ he والـ she والـ it والـ you والـ they والـ we. طبعا الحلو في الموضوع أن الـ will ليش سهلة، لأنها بتيجي مع جميع ضمائر الفاعل، يعني مش شرط إنه الـ I والـ he ومش عارف، لا كلهم بيجوا مع will. طيب I will ثم تأتي بالفعل. ركزي لي إنه في معلومة هنا، هي القانون هذا مهم إنك تفهمه عشان الأخطاء اللي بيكرروا الطلاب. الفعل اللي هيجي بعد الـ will يكون مصدر infinitive، وهذا يعني إنه الفعل هذا يكون ما في عليه أي إضافة، ما في عليه أي إضافة. أي مش الفعل بعضها تحصل مضاف له S، مضاف له ING، مضاف للفعل هذا ER، مضاف للفعل هذا ED، مضاف للفعل، يعني بتحصل في حاجات كثيرة مضاف للفعل. هو نريد بعد الـ will يكون الفعل مش مضاف على أي شيء، فيسمى هذا الفعل infinitive مصدر. أوكي جميل، إذا فاعل ثم يأتي الـ will ثم يأتي الفعل مصدر ثم المفعول به. بكل بساطة I will go to Paris next year. من الكلمات الدالة على أن هذا الزمن في المستقبل كلمة next year، السنة القادمة، next week، الأسبوع القادم، next month، الشهر القادم، next day، اليوم التالي، tomorrow، غدا، the day after tomorrow، بعد غد. ركزوا أنه الكلمات هذه تدل على أن هذا الزمن في المستقبل. حلو حلو، نرجع للموضوع. أنا نأخذ مثال، مثلا you will sell your house tomorrow، أنت سوف تبيع منزلك غدا. ركزوا على ترتيب الجملة، بدأت ب you ثم جاءت ال will وبعدين sell بدون أي إضافات، فعل مصدر. your house منزلك هو يعتبر مفعول به tomorrow. جميل جميل. الآن لو حبينا نحول هذا الجملة إلى سؤال you will sell your house tomorrow، العملية العكسية، أنت هتضع ال will في البداية وال you بعدها، نفس الطريقة اللي دائما معتادين عليها. Will you sell your house tomorrow? Will you sell your house tomorrow? هل سوف تبيع منزلك غدا؟ طيب حابين ننفي الجملة الأصلية اللي هو you will sell your house tomorrow. النفي بس بكل بساطة انك تضيف بعد ال will not، ما في شيء إشكالية. You will not sell your house tomorrow، بس ما في شيء حاجة. واحد يقول لي طب انا الأمور كويسة، بعطيني مزيد من الأمثلة. She will visit me tomorrow morning، هي سوف تزورني غدا صباحا. She will visit me tomorrow morning، جميل. Will she visit me tomorrow morning، هل هي سوف تزورني غدا صباحا؟ النفي من أصل الجملة اللي هي she will visit me tomorrow morning. She will not، she will not visit me tomorrow morning. أنا حاب أتأكد أنك أنت اللي استوعبت هذا الموضوع. أنا أطلب منك أنك تقول مثلا جملة هم سوف يدرسون اللغة الفرنسية في فرنسا. هم they سوف will يدرسون study اللغة الفرنسية French language في فرنسا in France السنة القادمة مثلا next year. They will study French language in France next year. يا سلام، حولها لي إلى سؤال، اعكس وتبقى بقية الجملة زي ما هي. Will they؟ Will they؟ أصلها they will. Will they؟ بس كل العملية will they. Will they study French language in France next year؟ إن فيها they will not، دور على النوت وضع بعدها، دور على الويل وضع بعدها نوت وانتهت العملية. They will not study French language in France next year. أتمنى كده الصورة صارت واضحة، وأنت محتاج إنك تعمل عملية تدريبات كده بس تتقنها. بينما الويل من أسهل دروس اللغة الإنجليزية.
عندنا الآن كلمة might. might تعني ربما أو من المحتمل. الجي اتش طبعا لا ينطق، لا تقول my jet، لا لا، هي might، تجاهل وجود الجي اتش. طيب المايت تعني من المحتمل وربما، مثلها مثل أي فعل مساعد. كيف نستخدمه؟ نضع بعد الفاعل، الفاعل اللي هو I وهي وشي وإت يو ذي وي، ضع بعدهم مايت، I مايت، ثم ضع الفعل بعدهم مصدر. وسبق أن أخبرتكم أن المصدر هو الفعل الذي لا يكون فيه على أي إضافات، اللي هو أصل الفعل، لا يوجد فيه إس ولا I نجي ولا إيدي ولا أي شيء. I might go، لا تقول I might going، ولا تقول I might visited، ولا تقول I might المهم فعل مصدر. I might go، أنا قد أذهب. To Paris، إلى باريس. Next month، الشهر القادم. She might، هي من المحتمل. Call me today، هي من المحتمل أو قد تتصل بي اليوم. عبد الرحمن might give me money next week، عبد الرحمن قد يعطيني المال الأسبوع القادم. واحد يقول لي طب هي بتستخدم بأي زمن؟ بتستخدم للآن، بتستخدم للمستقبل، تستخدم للمستقبل. يعني أنا تصدق أن كنت أتوقع أنك ممكن أقول I will might، لا 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 لا، I will لوحدها و I might لوحدها. خذوا بالكم لا تدخلوا الأفعال المساعدة مع بعض، يعني ما فيش حاجة اسمها I will can، هذا خطأ. I will might هذا خطأ. I am can هذا خطأ. يا إما تقول I am، يا إما تقول I can، يا إما تقول I will، يا إما تقول I might. خذوا بالكم هي كل واحدة لها وظيفة. I am أنا أكون، I was أنا كنت، I have أنا عندي، I must أنا يجب، I will أنا سوف، I might أنا من المحتمل. يعني كل هذه الاحتمالية، هذه للوجوب، هذه ميزوا ميزوا. نعود للمايت. المايت بسيطة جدا. أنا أطلب منك أنت تدريب كده بسيط سريع. كيف تقول أنا قد أنام الآن؟ يعني من المحتمل أني أنام الآن. كيف تقولها؟ I might go أو I might sleep، إيش الصح؟ أحسن، I might sleep now. طيب كيف تقول هي قد تذهب إلى الدكتور؟ هي مريضة، هي قد تذهب إلى الدكتور، هي مريضة، she is sick، هي قد تذهب إلى الدكتور أو من المحتمل أنها تذهب إلى الدكتور. She might go to the doctor. Yes it goes. إحنا قلنا بعد المايت الفعل يأتي مصدر. وضحت المايت؟ طبعا النفي منها النيجاتيف. I might أنا قد أو من المحتمل. I might not طبعا not بس مثل مثل الويل، يعني I will not، I am not، I was not، هي نفسهم. I might not visit you، I am busy، أنا قد لا أزورك، أنا مشغول. I might not visit you مثلا today، I am busy، أنا مشغول. حلو حلو. أنا أطلب منك تنفيها. هو قد لا يشتري المنزل، يعني من المحتمل انه ما يشتري المنزل. انا اكلمك من الان، يعني he might هو من المحتمل، buy يشتري، might not buy قد لا يشتري، he might not buy the house هو قد لا يشتري المنزل. اعتقد الصورة اصبحت واضحة. الان من المهم ان تركز على ترتيب الجملة. كيف ترتب جملتك؟ يعني احنا اخذنا جمل على I am في المضارع، I was انا اكون انا كنت، I have انا عندي او he has هو عنده، اخذنا الان I can انا استطيع. كيف بتركب الجملة؟ ركز معايا ركز معايا، لانه هذا اخطر موضوع. كل واحد يريد ان يتحدث اللغة الانجليزية مش عارف كيف يرتب كلامه. ابدأ الجملة بالفاعل. اوكي الفاعل I وهي وشي وإت، نعم، او ما ينوب عنهم اللي هو عبد الله ومحمود او the horse الخيل او جميل. ثم اختار نوع جملتك انت، انا اريد ان اكون ولا كنت، I am I was، عندي I have، استطيع I can. ثم ضع ما يأتي بعدهم على حسب الجملة. I was حسب الجملة in London، انا كنت في لندن او I am in London. I have هتضع لي اسم، يعني مش معقول تقول لي I have in London، انا عندي في لندن، مش هتركب. اقرأ الجملة قبل ان تكونها. I have ثم اضع اسم. I have books، عندي كتب. I have brother sister اللي تحب. أما I can هتضع بعدها فعل. فرق ما بين النوع الأول والثاني والثالث من الجمل. I can go، I can fix أنا أستطيع أن أصلح the cars السيارات، I can draw أنا أستطيع أن أرسم. وعلى هذا الحال إن شاء الله تكون الصورة وضحت.